كمان كم افلامك الحلوه؟ ده الرائع العبقري محمد امين. الافلام اللي انا وبعدين كانت مع خالد صالح، يعني انت وخالد كنتوا اصدقاء قوي عمر من جامعه من سنه اظن، وفاته اثرت فيك جدا، اثرت في مصر كلها، يعني ما فيش حد يعرف خالد ما تاثرش، يعني حد مختلف شيخ عرب محتوي الناس كلها زي بيقولوا حصرته واسعه، يعني مفيش حد يزعل من خالد، مفيش حد في يوم من الايام قال خالد عمل فيا حاجه وحشه. فانسان بالاخلاق دي والتربيه، ويمكن هو برضو شويه العائلات عندنا مشتركه، يعني تحس ان والده كان مدرس لغه عربيه، انا والدي كان مدرس لغه عربيه، جده كان شيخ في الازهر، نفس التفاصيل صحيح. نفس البيت الريفي اللي هو اللي فيه القيم والمبادئ، فده كان مخلينا احنا مقربين قوي مع بعض انا وهو. الله يرحمه كان معايا هنا في احد من الناس قبل وفاته يمكن بسنه، تكلم كما لم يتكلم من قبل وحكى كتير. الحقيقه كان انسان نادر قوي خالد صالح حقيقي، الله يرحمه، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. ايه تاني في سجلك بتحب تفتخر بيه وتقول انا عملته؟ ما انت عامل لوحه شرف. مش للدرجه دي، بس يعني الواحد بيحاول يجتهد على قد ما بقدر. يعني دكان شحاته، دكان شحاته من الافلام اللي انا بحبها جدا. اه وكان عاجبني ان انا يعني إن الحمد لله ان الواحد، انا كنت عامل شخصيه صعيدي في موعد مع الوحوش، بس مختلف تماما عن الصعيدي بتاع دكان شحاته. يعني دايما الرهان عند الواحد ان هو يبقى بتعمل حاجه مختلفه، يعني حاجه طازه كده، ما تعملش نفس الشخصيه. يعني انا ما عنديش الحمد لله الى الان من ضمن الحاجات اللي بخليني ببقى فخور بنفسي ان ما عنديش شخصيه شبه التانية، ده ليه فورم وشكل وتكوين وده ليه تكوين. كل الشخصيات عندي بحاول دايما تبقى مختلفه، تبقى فارقه. يعني فمن الحاجات اللي انا بحبها دكان شحاته طبعا. اشتغلت كمان مع الاستاذ عادل امام اظن. استاذ رئيس قسم طبعا. استمتعت مع الاستاذ، عملت شخصيه دكتور، هو شخصيه دكتور وتسرع البحث بتاعه، واستاذ عادل هو اللي بيحتويه بما انه رئيسه في الجامعه. فمن المسلسلات اللي بالنسبه لي رائعه. من دور رائع بس الحمد لله. يعني حتى اختيارك اظن كانت تجربه جميله رحيم، وكان توفيق من عند ربنا سبحان الله. في عوامل كتير قوي خلت رحيم او شخصيه سيد تبقى لائقه، ووفي قدام ياسر جلال ومحمد رياض وسامي مغاوري وصبري، وكل الاسماء دي كانت اسماء كبيره وممثلين كبار جدا، وهم كانوا سندني بشكل كويس. شركه انتاج عندها نهم انها تقدم عمل كويس، يعني ريمون ومحمد عبد العزيز وحفظ القاب الاساتذه، يعني هم بيشتغلوا على العمل وبيحاولوا يعملوا اعمال ليها 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 منطق حقيقي. مخرج هايل محمد سلامه من الواعدين، مخرج رائع، المؤلف عارف، في حاجات كتير قوي كان فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى يبقى في التوفيق ده في العمل الجاي ان شاء الله.